نتوقف اللحظة عند هذه الصورة والتي تم تداولها على نطاق واسع بالمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي للوزير السابق ملاح حفيظ العلمي وهو يذرف الدموع في حفل لتسليم السلط. ملاح حفيظ العلمي سيخلفه وزراء جدد مكلفون بالصناعة والتجارة وبالإدماج الاقتصادي والانتقال الطاقي وإصلاح الإدارة. نتابع مراسم حفل تسليم السلط في الروبورتاج التالي لبشرى رئيف ويوسف الغازي. هنا بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وفي أجواء مؤثرة، سلم مولاي حفيظ العلمي مفاتيح وزارته لأربعة وزراء جدد. يتعلق الأمر بغيثة مزور، رياض مزور، يونس كوري وليلى بن علي، وجوه تلتحق لأول مرة في مسارها السياسي بالتشكيلة الحكومية الجديدة. تشرفت بالتعيين تاع سيدنا الله ينصرو في الوزارة تاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والتشغيل والكفاءات. واليوم في هذه المحطة مع مولاي حفيظ في وزارة الصناعة والتجارة، يعني الهدف هو أنه ربما لأول مرة في تاريخ الحكومات في المغرب عندنا وزارة جديدة فيها جانب اجتماعي وجانب اقتصادي وجانب نتاع الكفاءات المغربية. هذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على أنه كاين وعي وإرادة قوية على مستوى في البلاد من أجل التقائية السياسة العمومية خدمة للمواطنين. هذا شرف كبير، وطبعا احنا واعيين بحجم المسؤولية اللي عندنا، وهاد الظروف وقعت بعد جائحة كورونا وأسعار الطاقة في العالم وصلت لمستويات تاريخية، وهاد طبعا هاد المسؤولية مسؤولية كبيرة، وأنا طبعا شرف كبير ليا وتنقدم الامتنان، نحاول نكونوا في حسن ظن المواطنات والمواطنين المغاربة وحسن ظن طبعا جلالة الملك. الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق الأهداف المنشودة طموحات مشتركة، وحدت الرؤى بين الوزراء الأربعة الذين عبروا عن استعدادهم للانخراط الفعلي في هذه الدينامية التي تشهدها البلاد. أنا جد فخور بانتقال المولوية السامية، ونعملوا كل مجهود باش نكونوا في حسن الظن ديال سيدنا. وكما تعلمون هذا الفريق الحكومي فريق متجانس، وبدا يشتغل من اليوم في خدمة مصالح المغربية والمغاربة ان شاء الله. الاحساس ديالي هذا شرف كبير لي، لان صاحب الجلالة عطاني الثقة به. الانتظارات ديالي وانني بغيت نخدم هذه البلاد ونزيدوا في رقمنا لهذه البلاد ان شاء الله، ونخدم مع الفرق مجموعين. حي على العمل المشترك، تلك بداية واعدة يراها المسؤولون الوزاريون الجدد، وكلهم طموح ان يتم استثمار الامكانيات اللوجستية والبشرية بوزاراتهم الجديدة في النهوض بالقطاعات التي كلفوا بها.